طب انت دلوقتي وصلت ان انت بتدربي الفريق ايديا الجولدي، الفريق الاول للرجال ايديا الجولدي، واكيد عشان توصلي لده كان في رحله من اول مرحله البنوته اللي عندها 5 سنين اللي بتنزل تلعب كره في الشارع، انتهاء بان انت اول مدربه كره قدم للرجال. فالرحله دي عناوينها ايه؟ المحطات المهمه فيها ايه؟ اول حاجه انا حابه اشكر ثقه اداره نادي ايديا الجولدي ومجلس ادارته بالكامل وكابتن معتز بالاخص المدير الفني اللي رشحني ان انا اكون معاه المدرب العام. دي ثقه كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه مع الفرقه الكويسه اللي احنا هنقدر نجمعها في الفتره اللي جايه. المسيره كانت ان انا ابتديت يعني اول موسم كره قدم نسائيه بدا في مصر سنه 1997 في نادي حلوان العام. بعد كده اول صفقه تتباع من نادي حلوان العام لنادي الطيران سنه 2003 موسم 2003 2004 ب5000 جنيه، ودي كانت اول رقم يعني. والحمد لله انضميت لمنتخب مصر وانا عندي 14 سنه اللي شارك في بطوله افريقيا 98، ومسيرتي بقى كملت مع نادي الطيران لحد الموسم اللي احنا فيه دلوقتي، وكابتن منتخب مصر تقريبا بقالي اكتر من 10 سنين، وصلت افريقيا 2016. أيوه. وكللت ده بقى بالتدريب، وبدات تدريب للرجاله في 2009، كانت حلوان وقتها محافظه. أيوه. وشاركت فيهم بالفريق الاول وانا عندي 25 سنه. أيوه. وكانت محافظه وقتها حلوان، وشاركنا ب 64 فريق، وده كان خروج المغلوب نظام الكاس، ووصلت المربع الذهبي، اخذت المركز الثالث على 64 فريق، واخذت افضل مدرب على الرجاله ال 64 مدرب اللي كانوا موجودين في البطوله. شايف يا بيه شغل عالي. وده بقى كلل بان انا مسكت الفريق الاول لنادي الطيران، واخذت بيه بطوله الدوري الفريق الاول النسائي كمدير فني، ومعايا جهاز محترم جدا، كابتن عبد الناصر، كابتن اشرف، كابتن محمد عايد، وعلى راسهم كابتن احمد كمال، ورئيس النادي كابتن هشام الشوره. وكانت تجربه كبيره جدا ان انت تبقى لاعب ومدرب في نفس الوقت، وحصلت على بطوله الدوري لتاني مره في تاريخ نادي الطيران، حصل عليها في 2005 و2018. وكملت ومسكت منتخب مصر تحت 20 سنه كمدرب مساعد، شاركنا في تصفيات كاس العالم، ومسكت ناشئات نادي الطيران وفرق بقى تحت 20 سنه اولاد، والحمد لله ده نجاحات. ومسكت كل ده اتكرمت من الرئيس يعني. دي برضو عايزين نقف عندها شويه. اتكرمت من سياده الرئيس، ده كان بفضل اصحاب الهمم. انا مسكت توليت منصب المدير الفني لمنتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصه تحت قياده الكابتن اكرامي الجمال ودكتور باسم التهامي، وده خلاني اوصل. اخذنا اول كاس اقليمي اتعمل في مصر في ديسمبر 2017، والحمد لله ده اهلنا لكاس العالم اللي كانت اول مره في تاريخ الكره النسائيه على مستوى الاسواق حتى ان احنا نوصل كاس عالم شيكاغو 2018. سافرنا امريكا، شفنا يعني دوله المكسيك وكوريا والهند كانوا معانا في المجموعه، كسبنا الثلاث فرق وكنا اول المجموعه، واخذنا ثالث عالم، رفعنا اسم مصر طبعا باصحاب الهمم، وكانت طفره كبيره قوي في مصر. والحمد لله سياده الرئيس كرمنا في 2018 واخذنا وسام من الدرجه الثالثه، انا ما خدتوش وانا بلعب ولا وانا بدرب فريق اسواق.